للسيد الرئيس شكرا أمام باسم الفريق الاشتراكي. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة مشروع القانون 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. هذا المشروع اللي كيجي يعني اللي هو مطلب ديال عدد من الجمعيات طيلة سنوات، واللي الحمد لله يعني التأخر في الوصول خير من عدم الوصول، اللي كيجي واحد الإمكانات مهمة الجهات اللي كتعمل في العمل التطوعي التعاقدي، ويفتح المجال ديال الدعم وديال الشراكات وديال مجموعه ديال الجوانب القانونيه اللي كتساعد لا المتطوعين ولا الجهات المنظمه في العلاقات الشراكه اللي كتكون والبرامج اللي كتقوم بها. انطلاقا من الاهميه ديال التطوع، وهو الكلمه المفتاح في هذا القانون باعتباره مدرسه حقيقيه يعني أسست لها الحركة الوطنية والأحزاب الوطنية وواحد المجموعة ديال الجمعيات الوطنية الكبرى، اللي وعدت في واحد المرحلة تاريخية بالأهمية ديال التطوع والأهمية ديال الزرع ديال القيم ديالو في النفوس ديال الناشئة، منهم الشهيد المهدي بن مبركة وواحد المجموعة ديال القيادات التاريخية اللي كانت كتآمن في واحد اللحظة بأنه كاين واحد المجموعة ديال الأمور اللي هي مؤسسة، منها التمدرس ديال الفتاة، منها التربية على القيم ديال المواطنة وما إلى ذلك. التطوع اللي خصنا نشوفوه في البرامج التعليمية ديالنا يكون حاضر وبقوة، لأن كيف ما كان الحال البلاد تحتاج عبر سيرورة التاريخ إلى مواطنات ومواطنين متشبعين بكثير من القيم التي تربطهم بوطنهم وبسبل النهوض بوضعيته الاقتصادية والاجتماعية. هذا المشروع القانون الذي بلجنة العدل كان موضوع إجماع بعد ساعات من الاشتغال، يعني انتهت إلى ساعات الأولى من الصباح، وتم الاتفاق على مجموعة من المقتضيات، وكانت هناك تعديلات التي يعني قابلت بها الحكومة في شخص السيد وزير الدولة مشكورا، واللي بعد نقاش واقناع متبادل يعني خرجنا بهذا النص المتوافق عليه والمجمع بشانه، نظرا لاهميته ونظرا لانه كما قلنا حتى في اللجنه يفتح الباب امام المستقبل، واذا ما طافت على السطح امور تستدعي بعض التعديلات فلا شك على ان الولايه المقبله وما الى ذلك من خلال الممارسه الى بنت شي حاجه خاصها تعدل راه غادي تعدل. لكن السيد الرئيس انا ما بغيتش تنبداو في التصويت عاد نتكلموا عليها، ولكن هناك نقطه اثارتنا في الفريق الاشتراكي هو التعديل ديال الحكومه الذي جاءت به الحكومه، وهو يهم نقطه خدات وقت كبير من النقاش والمسطره كانت استعجاليه من اجل المصادقه على هذا النص. النص اللي خرج بالاجماع ما كنفهموش اليوم كيفاش ان الحكومه تجيب هذا التعديل. هو تعديل مرفوض من قبلنا في الفريق الاشتراكي. نحن من تقدمنا بالتعديل في هذه الماده باش تتحول من الماده 27 من الماده 21 بناء على النقاش الذي دار. والسيد وزير الدوله يعني اقتنع بالطرح الذي دافعنا عنه باعتبار على انه نحن يعني كيفما كان الحال اي نعم يعني ناخذ بعين الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه، لكن ما يهمنا بالاساس هو هذه المساله ديال التطوع والتطوع التعاقدي والعلاقه اللي كيفتحها هذا القانون مع القطاع العام والقطاع الخاص في اطار الشراكات. وكانت عندنا واحد المجموعه ديال الملاحظات وخرجنا اخيرا بواحد النص متوافق عليه. فاذا بنا اليوم نفاجئ بان التعديل اللي جات به الحكومه هو تعديل ديال فريق ما وليس ديال فريق ديال نائب ما نائب زميل، ولكن حنا تحدثنا في اللجنه وتوافقنا على هذه الصيغه هذه، والا فاننا بذلك نخلق خلافا حول ماده سبق وتوافقنا بشانها. حنا ما فهمناش الفريق الشراكي علاش جات التعديل في هذه الماده هذه، رغم انه اخذ وقتا منا وقتا طويلا وخرجنا الصيغه وتفهمنا.
والنصوص مشات يعني واحد المجموعه ديال النصوص لان هذه النهايه ديال الولايه مشات بواحد الصيغه ديال التوافق البحث على الاجماع وكان كل واحد كيتنازل من جهته وكذا باش كنوصلوا رغم ان الامر يقتضي نقاش لان هذه الماده هذه فيها نقاش حنا كنتمنوا يعني ما فهمناش انا غادي تجي اللحظه ديال التصويت الحكومه تزيد توضح لنا اكثر لان هذا التبرير ديال التعديل اللي كاين ما بالنسبه الينا لان ناقشنا كثيرا في اللجنه وانا اعتبر على ان احيانا حين نتوافق على شيء ونلتزم به احنا في الفريق الاشتراكي نتعاطى مع الحكومه منذ بدايه هذه الولايه في اطار الوضوح والالتزام والمسؤوليه وقررناها في اكثر من مداخله الوضوح سيكون حاضر عند الحكومه كذلك ما نجيوش حتى الجلسه التشريعيه ونفاجئ بتعديل يعني في النقاش داخل اللجنه كنا ضده شكرا سيد الرئيس شكرا